لكن يوجن كلوب المدير الفني ليفربول قال ايه؟ نشوف مع حضراتكم. So the first goal is a great counter-attack. جاء الهدف الأول من هجمة مرتدة عظيمة، فمن تمريرتين وصلت الكرة إلى ساديو ماني الذي كان في وضع عظيم وأنهى الهجمة بمهارة. أما الهدف الثاني فإنه لا يأتي سوى من أفضل اللاعبين في العالم، فمن اللمسة الأولى كسب الكرة وتقدم بقدمه اليمنى ثم أنهى الهجمة بهذا الشكل. هذا أداء متميز. أنت محق لأن هذا النادي لا ينسى شيئا، وسيتحدث مشجعوه عن هذا الهدف لفترة طويلة، وسيذكر المشجعون هذه المباراة بعد 50 أو 60 عاما. أجل كان هدفا ممتازا. أشكر الله على أن المباراة كانت من شوطين، لأن أداءنا في الشوط الأول كان الأداء الذي يجب أن نتجنبه عندما نلعب ضد مانشستر سيتي، بينما كان أداؤنا في الشوط الثاني الأداء الذي يجب أن تفعله ضد مانشستر سيتي. تم تسجيل الأهداف الأربعة بالطبع في الشوط الثاني. إذا كنت محقا، إننا هيأنا أي فرصة في الشوط الأول، ولذلك كنت سعيدا عندما تم إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول حتى يكون بوسعي تعديل بعض الأمور، لكن في الواقع لم نغير شيئا، بل أخبرت اللاعبين مرة أخرى بما نريده وما كان عليهم القيام به في الشوط الأول. طبعا صريح جدا يورجن كلوب، ويمكن قال بكل صراحة أنه بالحمد لله أن كرة القدم من شوطين، لأن الشوط الأولاني يعني كان عانى فيه بشكل كبير صحيح. جدا وقال الحمد لله أن نهاية الشوط الأولاني كان بالتعادل 0-0، لأن كان بالنسبة له شوط كارثي يعني. صحيح، الشوط الأول كان ليفربول على غير المتوقع، بعيد تماما، كان عنده وجد مشاكل كتير جدا كلوب في الخروج بالكرة، لم يسدد أي تسديدة. صحيح أنت بتقابل فريق استقبل 5 تسديدات بس في 6 مباريات، وهو رقم قياسي في كل الدوريات طبعا. فأمر صعب، لكن انت ليفربول في أنفيلد مختلف، وده اللي حصل الشوط الثاني لما اظهرت شخصيه ليفربول الحقيقيه. سددت 4 تسديدات او عملت 4 محاولات على المرمى قدام الفريق اللي استقبل 5 محاولات في 6 مباريات، فانت عملت اللي ما عملتوش 6 انديه مجتمعه في شوط واحد. فاعتقد شتان الفارق بين شوط اول كان غايب فيه تماما ليفربول، وشوط تاني رجع فيه. لكن صحيح الراجل شايفه بيتكلم بموضوعيه جدا جدا، وكمان فكره انه شاعر بالفضل العظيم لمحمد صلاح ودوره الفردي في انه يعيده لمباراه كان غايب عنها تماما، سواء في لقطه الهدف الاول، يمكن الكل رايح للقطه الهدف الثاني، لكن صلاح اساسا ما فعله في الهدف الاول هو اللي كان النقله الحقيقيه لليفربول، اللي كان عاجز الشوط الاول انه يخرج بالكوره، ولما صلاح قرر ينزل للثلث الاخير هو اللي قدر يطلع بالكوره وقدر يخلق الفارق، وده كان تحول رائع جدا جدا لليفربول في الشوط الثاني.